بناء قواعد البيانات الجغرافية موضوع مهم جدا جدا لكل شخص مهتم أن يكون مطور في نظم المعلومات الجغرافية الـ GIS. كيف يعني ممكن تكون أنت شخص بتعرف تشتغل على برنامج الـ OGS Pro وتوظفت بمؤسسة معينة وعندك خبرة أهلك أنك تكون موظف GIS وإجا المدير أو مشرف قواعد البيانات الجغرافية في هاي المؤسسة وفهمك شو طبيعة الشغل والعمل وكل البيانات الجغرافية اللي نتعامل في هاي المؤسسة وأنت فهمت شو المطلوب منك في العمل كل شيء تمام وبعد ذلك ما في ولا أي مشكلة أنت بتكون بشغلك المطلوب منك 100%. لكن أنت هون عبارة عن مدخل بيانات جغرافية وموظف GIS عادي ومتخصص في المعالجة الجغرافية الجيوبروسيسنج، وهذا إشي كثير منيح ورائع، لكن عشان تتطور أكثر وتكسب خبرة أكثر لازم تعرف شو أنت بتشتغل أو كيف تم تأسيس هاي البيانات عشان تقوم أنت بالعمل عليها من خلال إنشاء قواعد بيانات جغرافية ومجموعة البيانات. طبعا قواعد البيانات الجغرافية الجيو داتابيس ومجموعة البيانات الفيتشر داتا سيت والطبقات اللايرز عن انواع الطبقات وانواع البيانات والكثير الكثير من هاي الامور، وايضا ما يلزم من حقول وتصنيفات رئيسيه وفرعيه دومين وسب تايب، قواعد البيانات الاتريبيوت رول ومشاركه البيانات، كيف تعمل شيرنج لاي طبقه او لمجموعه من الطبقات على الار جي اس اونلاين، والكثير الكثير من الامور اللي بتخص اداره قواعد البيانات الجغرافيه. انت هون لما تتعلم اساسيات بناء قواعد البيانات الجغرافيه راح تصبح مش مجرد موظف جي اس عادي، بل سوف تصبح مطور نظم معلومات جغرافية أو مشرف بيانات جغرافية داخل قواعد البيانات الجغرافية الخاصة بالمؤسسة، وهو الهدف من هذا الدرس اللي راح تتعلم من الصفر كيف تقوم ببناء قواعد البيانات الجغرافية. وقبل الشرح العملي، إذا كنت شخص غير مشترك بالقناة بتمنى عمل سبسكرايب واشتراك بهاي القناة، تابع كل درس جديد راح يتم تنزيله مستقبلا بالجي اس وبرنامج الار جي اس برو. وقبل البدء يوجد فيديوهين في هذه القناة، خلينا نروح على القناة. إذا قبل البدء بالشرح في عندنا فيديوهين ينصح بمشاهدتهم قبل مشاهدة هذا الفيديو. ليش؟ لأنه تعلم شرح شو المقصود في نظم المعلومات الجغرافية وشو المقصود ببرنامج الـ RGS Pro وأيضا كيف أنت تتعامل وتتفاعل مع البيانات الجغرافية، هذول الأمور بتساعدك كثير في تطبيق مواضيع هذا الفيديو، وأيضا ما راح تتغلب بتعلم هذا الدرس. عشان هيك إذا ما شاهدت هدول الفيديوهين اللي هم شرح الجي اس وبرنامج الار جي اس برو والتعامل والتفاعل مع البيانات الجغرافية، إذا ما شاهدتهم بتمنى أنك تشاهدهم عشان تريع حالك كتير شغلات وتعلم مواضيع هذا الفيديو بكل سهولة. أما إذا كل شيء تمام وشاهدتهم وتبعتهم أو عندك خبرة في برنامج الار جي اس برو تقدر تتابع هذا الدرس لتتعلم كل إشي جديد بهمك. أيضا في هذا الفيديو في وصفه في وصف الفيديو موجود محتويات هذا الدرس، بمعنى بتقدر أنت تختار أي موضوع. إذا أنت ما بدك تحضر كل هذا الفيديو بتقدر تختار موضوع معين حابب تتعلمه. فمثلا إذا رحنا على هذا الفيديو مثل ما حكيت لكم في الوصف بيكون في عدة مواضيع. طبعا هذا الفيديو المهم تابعته قبل مشاهدة هذا الدرس موجود في محتويات، في عنا أكثر من 40 محتوى أو أمر ضروري جدا جدا أنه تتعلم هدول المواضيع لأكثر من 40 موضوع. فمثلا إذا أنا بعرف جميع مواضيع أو أنا عندي خبرة منيحة في الـ RGS Pro لكن مثلا قواعد السمات أو الـ Attribute Rule أنا ما بعرف شو المقصود فيه، بس بعرف جميع هدول المحتويات الـ 40 محتوى لكن في عندي محتوى واحد ما بعرفه، بقدر مجرد ما أضغط على قواعد السمات من كل على الجزء الخاص بهذا المحتوى. بنفس الطريقة هذا الفيديو اللي بتشاهدوه حاليا موجود في وصفه جميع المحتويات، بتقدروا تختاروا أي محتوى أو الأفضل أنكم تتابعوا جميع هذا الفيديو من الدقيقة صفر حتى النهاية. ونبدأ هذا الدرس من خلال إنشاء جي داتا بيس والداتا سيت والفيتشر كلاس. وبعد مشاهدة هذا الفيديو بتمنى أي استفسار أو سؤال بتعليق راح يتم الإجابة. وهلأ خلونا نبدأ الشرح في إنشاء قواعد البيانات الجغرافية. في البداية وبعد إنشاء البروجكت أو المشروع الخاص فينا، طبعا ما راح أتكلم كيف إحنا بنقوم بفتح البرنامج وإنشاء مشروع جديد، ليش؟ لأنه إحنا هاي الأمور أخذناها بالفيديو السابق. في كتير أمور لضيق الوقت مش راح نقوم بشرحها، ليش؟ لأنه إحنا قمنا بشرحها
في فيديوهات سابقة. لذلك بعد ما نقوم بفتح مشروع جديد ونقوم بالاتصال بملف أو مجلد موجود على جهاز الحاسوب، عندنا قاعدة بيانات جغرافية فيها عدة طبقات. هذول الطبقات إحنا اللي تعلمنا عليهم سابقا، لكن الآن سوف نقوم بإنشاء مثل هذول الطبقات ووضع دومين وسب تايب وأتريبيوت رول عليهم ونجهزهم لنقوم بعملية الديجيتايزنج أو الرقمنة. شو المقصود فيها هاي العملية؟ اللي هي أي طبقة موجودة عندنا بتتكون من عدة معالم جغرافية الفيتشرز، فإحنا كيف نقوم برسم هذول الفيتشرز من خلال عملية الرقمنة اللي هي بتكون رسم زائد إدخال بيانات وصفية. أنا بقوم برسم بناء وإدخال عدد الطوابق اللي فيه، أنا هيك عملت ديجيتايزنج. طبعا من خلال هاي العملية الرقمنة نقدر إحنا نقوم فيها من خلال صورة جوية، وراح نقوم بذلك من خلال صورة جوية بهدف التعلم. وأيضا راح يكون عندنا خريطة راح نعملها إرجاع جغرافي أو جيو ريفرنسينج، ونقوم برقمنة عدة طبقات. في عندنا الحالة الثالثة، طبعا مش بس ثلاث حالات، أكثر من ثلاث حالات. الحالة الثالثة إنه في عندنا ملف أوتوكاد نقوم بتحويله من أوتوكاد إلى جي أس عشان نقدر برنامج الأر جي أس برو يقرأه. فهذول ثلاث طرق للرقمنة راح نتعلمهم بالشرح من الصفر، وإن شاء الله الجميع بيستفيد وبيتعلم من هاي الدروس. في البداية في عندي مجلد الداتابيس، طبعا الجيو داتابيس الموجودة هون هي نفسها الموجودة في هذا الفولدر، ما في عندي ولا أي طبقة، أو عفوا في عندي طبقة واحدة annotation أو طبقة خاصة بالكتابات والنصوص. أنا قمت بإنشائها لهدف تعلم. كمان شوي أو بعد قليل راح نعرف كيف نتعامل مع طبقة من نوع annotation أو كتابات أو نصوص. في عندي هذول الطبقات بدي أقوم بإنشائهم في هاي قاعدة البيانات. في البداية داخل هاي قاعدة البيانات موجود عندي داتا سيت أو مجموعة بيانات. هلا الأفضل لتنظيم أي عمل إنه إحنا نقوم بإنشاء قاعدة بيانات جغرافية وبداخلها داتا سيت بيحتوي على مجموعة طبقات بيهتموا أو موجودين في منطقة جغرافية معينة. بنقدر طبعا ننشئهم بدون داتا سيت، بدون قاعدة بيانات، يعني مجرد ما أقوم بالنقر على الجيو داتا بيس الخاصة وبقوم بإنشاء فيتشر كلاس اللي هو بيعبر لي عن اللاير أو الطبقة. فأنا بقدر أنشئ الطبقة بدون داتا سيت، وبقدر أنشئ داتا سيت بداخلها فيتشر كلاس. لكن عند انشاء الطبقات داخل الفيتشر داتا سيت بقدر اقوم بانشاء علاقات بيناتهم. يعني مثلا لو رحنا رايت كليك على الداتا سيت ضغطت على نيو، بنلاحظ ان انا بقدر اعمل ريليشن شيب، وبقدر اعمل توبولوجي ونتورك داتا سيت وبارسل فابريك. لكن في الجيو داتا بيس اذا رحت على نيو بقدر فقط اعمل ريليشن شيب بين الطبقات، بس ما في عندي توبولوجي، ما في عندي باسل فابريك. وايضا بقدر اقوم بانشاء صندوق ادوات، لكن داخل الداتا سيت ما بقدر اقوم بانشاء تول بوكس. نرجع لموضوع الدرس، بنروح على قاعدة البيانات الخاصة فينا، نعمل رايت كليك ونيو فيتشر داتا سيت. هاي الاداة الخاصة بالكرييت فيتشر داتا سيت احنا بنقوم بكتابة اسمها نسميها جي اي اس. طبعا الاوتبوت باي ديفولت بيجي للجيو داتابيس الموجودة عندنا. لو مثلا في عندي قاعدة بيانات ثانية بدي اقوم بانشاء قاعدة بيانات ثانية داخل البروجكت اللي انا بشتغل عليه، بعمل نيو فايل جي داتابيس، تم انشاء قاعدة بيانات جديدة، نعمل تحديث لهذا المجلد. هي ظهرت عندنا هون قاعدة بيانات جغرافية جديدة، هي نفسها الموجودة هون، لكن هذا المجلد الخاص بالداتابيس بيظهر لي فقط جميع قواعد البيانات الجغرافية الموجودة داخل هذا البروجكت بدون باقي الملفات. يعني أنا هون في عندي كثير ملفات، هاي الملفات بتضم قواعد بيانات، بتضم مثلا صور، بتضم أيضا مثلا صورة جوية، بتضم مثلا ملف أوتوكاد. فجميع هاي الأمور ما بتظهر في المجلد داتابيس، فقط بيظهر عندنا الجيو داتابيس الموجودة داخل هذا البروجكت. أيضا هاي الأداة لإنشاء الفيتشر داتاسيت الأوتبوت ديفولت إجالي في هاي قاعدة البيانات. إذا بدي أغير الديفولت لهي قاعدة البيانات بقدر على أي قاعدة بيانات موجودة عندي أضغط عليها رايت كليك وأعمل ميك ديفولت أي مخرج عندي أنا من أي أداة، بصير عندنا الأوتبوت داخل هاي قاعدة البيانات. يعني لو أغلقت هاي ورحت على هاي قاعدة البيانات رايت كليك ونيو فيتشر داتا سيت، ظهر عندي الأوتبوت نيو فايل جي داتابيس اللي هي هاي قاعدة البيانات. طبعا انا بقدر اغير اسمها، عشان اقوم بتغيير الاسم
ما بقدر اغير اسم الجي داتا بيس الا لما ما تكونش هي الديفولت. بغير الديفولت على هذه قاعده البيانات مثلا، بروح على قاعده البيانات بدي اقوم بتغيير اسمها، رايت كليك بنروح على رينيم بنسميها جي اس، بعدها بنعملها رايت كليك بنجعلها افتراضيه، يعني اي مخرج لاي اداه موجوده عندنا بيتم اخراجه داخل هاي قاعده البيانات، بنروح عليها رايت كليك وبنعمل نيو لإنشاء فيتشر داتا سيت أو مجموعة بيانات. مباشرة أعطاني الأوتبوت اسم قاعدة البيانات الجغرافية الافتراضية، بقدر أغيرها وبقدر أخليها زي ما هي. إحنا نخليها زي ما هي ونقوم بإنشاء داتا سيت في هاي قاعدة البيانات باسم GIS 2. طبعا في عنا الكوردينيت سيستم، نظام الإحداثيات، إحنا بنقدر نختاره حسب المنطقة الجغرافية اللي احنا شغالين عليها وشو النظام، انه جغرافي او مسقط. راح نكون بالشغل على نظام احداثيات مسقط بالستاين جريد 1923، نضغط هون لاختيار نظام الاحداثيات، بعدها بنروح على البروجكتد كوردينيت سيستم وبنروح على هذا الخيار، بعدين بننزل على اسيا ونختار بالستاين، نختار بالستاين جريد 1923. بنقدر هذا النظام الاحداثيات نعمله مفضلة، بنضغط على هاي الأيقونة بنعمل اوكي. طبعا من اهم مميزات الفيتشر داتا سيت انها ما بتقبل تعدد نظم الاحداثيات، يعني انا بقوم بتحديد نظام الاحداثيات واي طبقة بقوم بانشائها تلقائيا بيتم انشاء الطبقة بنظام احداثيات الخاص بالداتا سيت، وهي نقطة مهمة جدا جدا ومميزة لأي مجموعة بيانات. بعد ما نخلص من هذول الإعدادات بنضغط على run، الإشارة الخضراء يعني كل شيء تمام completed، تم إنشاء الفيتشر داتا سيت.